بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فمن مناقب لجنة شؤون القرآن بالدعوة السلفية تشريف شيخنا الفاضل، وكلمة شيخنا تطول مني، يعني أرجو أن أكون من تلامذته، فضيلة الشيخ أحمد حطيبة، فقيه الدعوة السلفية وأحد مؤسسيها الأوائل وصاحب التصانيف وصاحب المشروع العظيم مشكاة السنة والموسوعة القرآنية، وصاحب أكبر دروس صوتية وخطب على شبكة الإنترنت. الحمد لله رب العالمين، كنتم منذ دقائق تحققون شرط مسلم في المعاصرة، والآن تحققون شرط البخاري في اللقية. نحن نشرف جميعا بلقاء فضيلة الشيخ الدكتور أحمد حطيبة، وهو قليل الخروج من مسجده نظرا لانشغاله بمشاريعه الضخمة الإسلامية ونظرا لمرضه، لكنه لم يخبرني والله، لكني أعلم أنه ما أتى به إلى هنا إلا القرآن. لما علم بهذا اللقاء القرآني استعدادا لرمضان مع أئمة رمضان، جاء تعظيما للقرآن وخضوعا للقرآن، وهكذا القرآن تزول أمامه كل الصعاب بفضل الله تبارك وتعالى. لا أريد أن أكثر على شيخي ولا أريد أن أقطع الوقت منكم، ها نحن نسعد ونستفيد جميعا بسماع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيبة يحدثنا عن فقه الإمامة وبعض مسائل الصلاة التي يحتاج إليها الإمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما يقول ونسمع، اللهم أمين. ومع فضل الشيخ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نشرف بالحضور أمام إخواني حفاظ القرآن وأهل القرآن الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل الله، أهل القرآن، خاصة الله سبحانه وتبارك وتعالى. الحمد لله أن جمعنا بكم، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن، وأن يمن علينا بحفظه سبحانه، وأن يمن علينا بالتفقه في الدين. اللهم علمنا كتابك وسنة نبيك صلوات الله وسلامه عليه، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جزا الله خير الشيخ محمود الدكتور العظيم على ما قدم، وإن كنا لسنا كما قال جزا الله خيرا، وربنا يقول فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى، فالتقوى يعلمها الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولست بفقيه ولا غيره، ولكننا طلبة علم، كلنا طلاب علم، طالب علم قديم، طالب علم حديث، طلبة لسنا علماء، إنما نحن طلبة علم. دئنا نتدارس سويا ما طلبه فضيلة الشيخ محمود أن ندرسه، باعتبار إخواننا أكثرهم أئمة وسيؤمون في رمضان بالناس، فطلب فقه الإمامة. فقه الإمامة، الإمامة تستدعي صلاة الجماعة، طالما إن أنت إمام للناس وراك جماعة، وهنا صلاة الجماعة تلك التي أمرنا الله سبحانه تبارك وتعالى بها، ولم يذكر الصلاة والأمر بها في كتابه غالبا إلا في هذه الصورة، يأمر بالصلاة قوموا لله قانتين، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة لذكري أي لأذكر فيها ويسمع الناس ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمرنا الله سبحانه تبارك وتعالى بذلك إشارة إلى صلاة الجماعة، هذه الصلاة الهامة، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، واركعي مع الراكعين. هنا كأنه الإشارة إلى الصلاة، حين يقول اقنتي مع القانتين،
وقال إدي مع الدعين هنا زي ما أنا مع الصائمين وأنا مع الصالحين وأنا مع كذا. وربنا يقول يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا معهم مع الصادقين، اذهب معهم وتعال معهم. ولكن هنا لما ذكر الصلاة قال واركعوا مع الراكعين، لو قال وقوموا مع القانتين ندعو زي غيرنا ممن يدعون، كونوا مع الصائمين نصوم زي الناس ما بيصوم، أنا صائم في بيتي ولا صائم في بيته كله بيصوم. ولكن حين يتكلم عن خصيصة في الصلاة مقصودة واركعوا مع الراكعين. إدراك الصلاة لا يكون إلا بالركوع، إذا كنت في صلاة الجماعة لا تدرك الجماعة إلا بإدراك الإمام راكعة تدرك الصلاة. لذلك لم يقل اقنتي مع القانتين، اسجدي مع الساجدين، لن تدرك الجماعة بالسجود وإن كنت تدرك الفضيلة، ولكن إدراك الركعة لابد من الركوع. هنا الإدراك تدرك من؟ تدرك الإمام وتدرك الجماعة. لذلك صلاة الجماعة أمرنا بها ربنا سبحانه، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة، وكلكم تعرفون ذلك، هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى أقوام تخلفوا عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، كاد يفعل. وما الذي منعه عليه الصلاة والسلام؟ لولا ما في البيوت من النساء والذرية، البيوت فيها نساء لا تجب عليهم الجماعة، فيها ذرية أطفال صغار لا يلزمهم ذلك، فيها مدنيين، فيها من ليس مكلف، فلذلك لم يفعل عليه الصلاة والسلام. ولكن التهديد يفيدنا شيئا أن هذه الصلاة لابد منها. ولذلك العلماء يختلفون ما حكم صلاة الجماعة. بعض أهل العلم يقول سنة مؤكدة، بعض أهل العلم يقول فرض عيني، بعض أهل العلم يقول فرض كفائي. من قال فرض هذا قوله الأقرب، هذا الأقرب. النبي صلى الله عليه وسلم لن يحرق على أقوام يتخلفون عن سنة، وإنما على عن فرض. وهنا تشبه بالمنافقين لا يأتون الصلاة إلا كسالى. يبقى المؤمن ينبغي أن يحرص على صلاة الجماعة، يحرص على الجماعة فيها الألفة، فيها اجتماع المسلمين. ولذلك العلماء حين يتكلمون عن الجماعة يقولون لها حكم، صلاة الجماعة لها حكم، منها قيام الألفة بين المصلين. ولذلك شرعت الجماعة في المسجد، لم يقل صلوا في بيوتكم جماعة، ولكن حتى يأتلف الناس أهل الحي أهل الشارع أهل المكان، يأتلفون في مكان واحد يعرف بعضهم بعضا. لذلك قيام نظام الألفة بين الناس يقوم على صلاة الجماعة هذه. لذلك شرعت الجماعة في المساجد في محل معين لتحصيل التعاهد باللقاء في أوقات الصلوات بين الجيران. ولذلك تعرف الحكمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتتبع الرجل المساجد، نهى أن يتتبع الرجل المساجد، يعني حصل لي النهاردة الصبح في مسجدنا، الظهر في مسجد كذا، العصر في كذا، يقول لك لا لا مسجدك أنت في مسجد، المسجد بتاع الحي خليك فيه للألفة، أعرف جاري في كل صلاة بقابله أأمره بالمعروف أنهى عن منكر، أتعلم منه يتعلم مني، أعرف عنده حالة مرضية أساعد فيها، في ميت أصلي عليه. هنا يكون بين الناس الالتقاء وبينهم المحبة والألفة والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا من فوائد صلاة الجماعة، دفع حصر النفس أن تشتغل بهذه العبادة وحدها. الصلاة عظيمة جدا، لو أن كل إنسان صلى في بيته حتى ولو كان من أزهد الزاهدين صلى في بيته انشغل بنفسه فقط، يبقى عايز يصلي، عايز اليوم بحاله يصلي ويركع ويسجد، وأنا في خلوة مع الله وأنا كذا وأنا، هذا جميل. ولكن حصرت نفسك في شيء واحد، عبادة واحدة، فين باقي العبادات؟ فين العلم؟ فين التعليم؟ فين الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ فين كذا فين كذا؟ هذه في صلاة الجماعة. لذلك يذهب الإنسان إلى المسجد لصلاة الجماعة حتى يحصل هذه الأشياء فترتفع درجة هذا الإنسان. لا
لو كان وحده في بيت لحصل أشياء كثيرة، كل إنسان لو حاعد في بيتي حذاكر كذا وححفظ كذا وحعمل كذا وحهتم بكذا وحعمل، يقول لك أنت إذا صليت في بيتك هذه الصلاة صليها 27 مرة وأنت في البيت هتأخذ منك وقت قد إيه؟ أطول بكثير من أنك تذهب فتصليها في المسجد. صلاة المسجد عوضت مكان ذلك، مكان صلوات كثيرة في البيت، زائد تحصيل الفضيلة في الصلاة في الجماعة بالعلم والتعلم وغير ذلك مما ذكرنا. من فوائد هذه الصلاة تعلم الجاهل من العالم أفعال الصلاة، يتعلم. أنت رجل تعلمت وذهبت تصلي في المسجد، ستجد أناسا لا يعرفون كيف يصلون، لا يعرفون كيف يتوضؤون. وسمعنا كيف أن الرجل المسيء صلاته صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ليست كاملة، صلاة ناقصة، أساء فيها وأسرع فيها، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لو هذا صلى في بيتي واكتفى، من سيعلمه؟ حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، أنت مش عارف تصلي مع أن الصلاة كل الناس بتصليها، يبقى الوضوء من باب أولى. لذلك نبهه على الوضوء، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ وضوءك، فعلمه. أنت مش عارف تصلي يبقى مش تعرف تتوضأ، أسبغ الوضوء، فعلمه وعلمه الصلاة كيف يصلي. يبقى صلاة الجماعة التي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، في رواية 25 صلاة. الصلاة في جماعة تعدل صلاة الفذ ب25، أو قال الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. هذا الدين عظيم ودين جميل، يعطي على قدر التعب الأجر، على قدر الإخلاص يعطيك الرفعة والدرجات. شوف صلاتك وأنت في بيتك لك صلاة واحدة، طيب تذهب تصلي في المسجد ب27 ضعفة. طيب لو كنت في فلاة في صحراء، وحجيب جماعة منين بقى في الصحراء؟ في الصحراء ده يا إما أنه هو مسافر فجاء عليه الوقت فيها، أو أنه ذهب لحاجة من الحوائج فكان في الصحراء، يجيب من المسجد. إذا قام هذا الذي في الصحراء أذن وأقام، أذن مين حجيله صلي معه في الصحراء؟ فيش حد يجي. ده أهل الصحراء العادة أن كل واحد بينه وبين خيمة التاني مسافة بعيدة جدا، ما فيش تقارب بينهم، ولذلك فيهم جفاء وفيهم غلظة. فهنا إذا كان هذا الإنسان يؤذن يمكن يجي حد، إن ما كانش أو في ملائكة تسمع أذاني وترد علي. فصلى فكان لي أدي إيه هذا أدرى 50 صلاة لما كان في الصحراء فأذن. أذانه وإقامته دليل على حبه لذلك، دليل على إخلاصه، فكان له هذا الأجر العظيم الذي ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، 24 درجة، في رواية 27، في رواية 25. وذلك ليه بقى هذه الزيادة؟ شوف يدي لك أشياء ويجي الفقهاء يطلعوا منها أحكاما ويخرج منها فوائد. نسمعوا كده هذا الحديث، كلكم عارفين الحديث، كلكم عارفين، ولكن مع بعض إن احنا بنحاول نجمع أشياء نتذكرها مع بعض. صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، والسبب قال وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، تقول الملائكة اللهم صلي عليه اللهم ارحمه، بشرط قال ما لم يحدث فيه. ما لم يحدث يعني لم يؤذي أحدا، لم يأتي ببدعة من البدع، وهو في المسجد يكون على وضوئه. وقال ما كانت الصلاة تحبسه. طيب هذا الحديث يذكر فيه 27 درجة للإنسان الذي يصلي في الجماعة. يقول لنا الحافظ ابن حجر خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدرجات. إيه الأسباب المقتضية للدرجات؟
والله يكفينا أنها صلاة الجماعة عشان صلاة الجماعة، ولكن بعض الفقهاء يتفنن في الانتقاء واستخراج الفوائد، يقوم يقول لنا ويجمعها، قال قد نقحت ما وقفت عليه من ذلك وحذفت ما لا يختص بصلاة الجماعة. فأولها يعني عايز يقول في 27 فائدة تساوي 27 درجة اللي جاءت في هذا الحديث. ليه ضعف؟ قال إجابة المؤذن، الإنسان الذي يذهب إلى الصلاة يسمع النداء فيجيب المؤذن بنية الصلاة في الجماعة له أجر عظيم جدا. ثانيها التبكير إليها في أول الوقت وله أجر عظيم جدا. ثالثها المشي إلى المسجد بالسكينة، تمشي خطوة تحط عنك خطيئة، خطوة تعطيك حسنة، خطوة ترفع لك درجة لغاية ما تصل إلى بيت الله سبحان. دخول المسجد داعية، دخول المسجد بالسكينة والوقار، صلاة التحية عند دخول، انتظار الجماعة أنت في صلاة ما انتظرت الصلاة، صلاة الملائكة عليهم وأنت في صلاة الجماعة تدعو لك الملائكة وتستغفر لك، شهادة الملائكة لهم، إجابة الإقامة، السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة، الوقوف منتظرا إحرام الإمام أو الدخول مع الإمام على أي هيئة وجده عليها، إدراك تكبيرة الإحرام والذي يواظب على ذلك الله عز وجل يبرئه من النفاق، تسوية الصفوف وسد فرجها، جواب الإمام حين يقول سمع الله لمن حمده وتقول ربنا ولك الحمد، الأمن من السهو غالبا حين تصلي وحدك في البيت لعلك تنسى تصلي رباعية خماسية، ولكن مع الإمام، الإمام غالبا ما ينتبه لصلاته وتكون أنت مع الإمام تأمن غالبا أن تسهو في صلاتك، فإذا سهى المأموم الإمام يتحمل عنه ذلك، إذا سهى الإمام نبهه المأمومون وسدد للسهو. حصول الخشوع والسلام مما يلهي غالبا، تحسين الهيئة غالبة، احتفاف الملائكة به، التدرب على تدويد القرآن وتعلم الأركان والأبعاد، إظهار شعائر الإسلام، إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل، السلامة من صفة النفاق ومن إساءة الظن فيه بأنه يترك الصلاة، رد السلام على الإمام حين يسلم الإمام وأنت تقول السلام عليكم بعدما قال هو ذلك كأنك رددت عليه، الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص في صلاة الجماعة لا تخلو من وجود أناس فيهم شيء من الكمال، فيهم شيء من الخشوع، فيهم شيء من إجابة الدعاء فيدعون فيستجيب الله للجميع إكراما للجميع باجتماعهم مع هؤلاء. قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول التعاهد في أوقات الصلوات، الحافظ ابن حجر ذكر ذلك وأنا لخصته بسرعة، يقول لنا هذه 25 خصلة ورد في كل منها أمر وترغيب يخصه، قال وبقي منها أمران في الصلاة الجهرية وهي الاستماع للإمام حين يقرأ والتأمين عند قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول لك هذه فوائد في صلاة الجماعة ترفع درجة المصلي في الجماعة إلى 27، ولاحظ إن هذه الأشياء غالبا لن تكون إلا في الصلاة في المسجد. بنحرص على صلاة الجماعة التي أمرنا الله عز وجل بها في كتابه وأمرنا النبي صلوات الله وسلامه عليه بها، وأخبرنا أن هذه الصلاة ثقيلة على المنافقين، ثقيلة على المنافقين، وخاصة صلاة العشاء والفجر، قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هذه بعض الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة، ويعني هذه مقدمة حتى نذكر بعد ذلك الإمامة اللي مطلوب منا نتكلم عنها. الإمامة، أما القوم يعني صلى بهم إمامة، وأصلها من الأمام لأن الإمام يكون أمام الناس، والإمامة القدوة، فالناس يأتمون به أي يقتدون به في هيئات الصلاة. من الأولى بهذه الإمامة؟ من الذي يكون أولى بهذه؟ وهنا يعني ننبه أن الإنسان المؤمن حين يصلي إماما ولا مأموما الهدف والغرض أن يفعل عبادة
يقبلها الله سبحانه وتعالى. ما يبقاش الأمر إن أنا أبقى الإمام، عايز أبقى الإمام، عايز أتقدم، أنا لا، ما فيش هذه الأنانية. ولكن الأمر إن والله الناس احتاجوك إماما صليت به إمام، لم يحتاجوك إماما خلاص. وكذا في العلوم، كل العلوم خاصة العلوم الشرعية، الإنسان المؤمن يتعلم لله سبحانه، يتعلم لله ليس للناس، يحذر الرياء. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في الحديث: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، يعلمنا الإخلاص، وأن الإنسان يتعهد نفسه ويتعهد قلبه ويدعو الله سبحانه وتعالى: أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وهل ممكن يقع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ هو المعصوم عليه الصلاة والسلام، هو يقول ذلك ليعلمنا نحن أننا ندعو ربنا بأن يزيل من قلوبنا الرياء والسمعة وخصال النفاق. يبقى الإنسان المؤمن يتعلم لا ليقال عالم ولا لا يقال إمام، ولكن يتعلم ابتغاء وجه الله سبحانه. شوف علي بن أبي طالب كان ينصح كميل بن زياد تلميذا، كميل بن زياد كان تلميذا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيقول: يا كميل، تعلم تعلم واكتم، واسلم واصمت تسلم، تعلم واكتم واصمت تسلم، تسر الأبرار وتغيظ الفجار. تعلم، إذا احتاجك الناس أخرجت ما عندك، غيرك يغني خلاص، خلي ده في صدرك لغاية ما يحتاج إليك الناس أخرجه. يبقى الإنسان ما يتعلمش عشان يظهر، يقول لا اكتم هذا، اكتم ان انت عالم وان انت كذا، لغايه ما يحتاجوك اخرج ما عندك. نعمل بنصيحه علي رضي الله تبارك وتعالى، نحن اولى بذلك. وهنا تعلم واكتم واصمت تسلم، لا تكثر الكلام، كثره الكلام تؤدي الانسان الى المشاحنه مع الغير والمغاضبه للغير والمخاصمه والتقاطع. لا لا، الانسان المؤمن يحرص على طاعه الله، يحرص على الإخلاص والتقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى بما يحبه الله سبحانه. إيه علينا؟ إن إحنا ما احتاج إلينا الناس، والله في علماء كتير خلاص، إحنا تعلمنا وخلاص، احتاج إلينا الناس، الناس عاملنا. أما إن لا، عايزين نناطح في بعض، وأنا أعلم من فلان وأنا أفضل من فلان وأنا معايا اللي مش معاه، هذا لا يكون من خصال الإنسان المؤمن الذي يخاف من الله. وإلا فأول من تسعر به النار جهنم كما تعلمون ثلاثة منهم: رجل تعلم العلم وحفظ القرآن، فلما جاء يوم القيامة قال له الله سبحانه وذكره بنعمه عليه، قال: ما عملت فيها؟ قال: حفظت القرآن وتعلمت العلم وعلمته. قال: كذبت، قرأت ليقال قارئ، وعلمت ليقال عالم، فقد قيل اذهبوا به إلى النار، نسأل الله العفو والعافية. الإنسان الذي يطلب الدنيا خلاص أخذ الدنيا، فإذا جاء يوم القيامة قل اذهبوا به إلى النار، أنت طلبت دنيا أخذتها، لست من أهل الجنة. لذلك على المؤمن أن يحرص في طلبه العلم أنه يطلب لله. الطلب لله عظيم جدا يا جماعة، حين تطلب الأمر من وجهه ولوجهه، من وجهه تطلب العلم من أهل العلم، تطلب العلم بالكتاب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، تطلب ابتغاء وجه الله، تحسن نيتك، يكون لك أجر عظيم عند الله، تحشر مع العلماء يوم القيامة. إمامهم معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى سابق العلماء من الأمة، وهو يقتدي بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، إمام الجميع الرسل والأنبياء والعلماء والصالحين صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الإنسان المؤمن يبتغي وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، إذا قدم للإمامة تقدم، إذا لم يقدم لها لم يطلبها. لا تجعل في نفسك أنا إمام حتى أروح أكون فيها إمام، لا لا، هذا قد يضيع عليك أجرك. ولكن عود نفسك أن تفطن نفسك عن ذلك، حين تذهب إلى مكان والله إمام القوم هو الذي يأمهم. أبو سعيد الخضري يذهب إلى مكان، هذا المكان بعيد، مكان نائي، والذي يأم الناس في مسجد هذا الإمام عبد مملوك لأبي سعيد الخضري، أو مولى لأبي سعيد الخضري، كان عبدا وصار مولى، أعتقه يعني فصار مولى. فحين يذهب والرجل يريد أن يقدم سيده أو أبا سعيد الخضري يرفض، يقول لا أنت إمام القوم،
فيأمه والقوم وفيهم الذي من عليه بالعتق أبو سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى الإنسان المؤمن يحتاج للإخلاص وأن يتعاهد هذا الإخلاص ولا يظن في نفسه أنه أولى من غيره، ولكنه والله احتاجوك للإمامة، طلعت وصليت بهم وقمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يكونش في تحاسد، ما يكونش في بغضاء، ما يكونش بين الأئمة والله الزبائن بتوعي أكثر من زبائن بتوع فلان، خد الناس مني عشان صوته حلو، طب أنا هحلي صوتي عشان مش عارف، طب أنا هعمل في مسجدي، ويبقى الأمر للدنيا ليس لله. ونسمع أمثال هذا كثير، أن المسجد الفلاني والله بنقي بندوره على مين اللي صوته حلو ونغيره ونعمله علشان الناس تيجي وما يروحوش المكان الفلاني. لا، هذا ليس لله سبحانه وتعالى. الأمر مش زبايننا وزباينكم، الأمر أنه أخلص لله الله يفتح لك القلوب. إذا لم تخلص لله عز وجل ضيعت على نفسك دينك ودنياك وأخرك. طيب، من الأولى بالإمامة هذه؟ من أولى أن يتقدم بالناس؟ يقول لنا الأولى بها الأجود قراءة الأفقه، الأجود قراءة. ودائما ما يذكرون القراءة، بل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. الأقرأ في الحديث هنا معنى الأحفظ، الأحفظ الذي يجيد القراءة. يبقى هنا أقرأ حين يذكر لنا في الحديث ذلك معنى الذي يحفظ حفظا متقنا، وهذا الذي مع السفرة الكرام البررة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا معهم. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الحديث يحذرنا، يقول هذا رواه أحمد من حديث ذازان أبي عمر عن عليم قال كنا جلوسا على سطح معنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول راوي الحديث اسمه يزيد لا أعلم إلا عبسا الغفاري، يعني إلا على بالي لنا مستيق هذا الصحابي اسمه عبس الغفاري، والناس يخوضون في الطاعون. وذكر الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالموت ستة، بادروا بالموت ستة: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، ونشأ يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها. بادروا، الحق موتوا قبل ما يحصل هذا. الشاهد منه إيه؟ نشأ يتخذون القرآن مزامير، موسيقى ألحان، نشأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر حيكون في الأمة ناس همهم بس يلحن القرآن، يغني إزاي التغني بالقرآن عشان يبقى أفضل من غيره. لك موت قبل ما يجوا هؤلاء، الحق موت قبل ما يجي هؤلاء. في رواية أخرى للحديث أو لمعنى هذا الحديث من حديث عوف بن مالك، وهذا عند الطبراني في الكبير، قال أخاف عليكم ستة، فذكر منها ونشء يتخذون القرآن مزامير، يتخذون القرآن مزامير. هل معنى ذلك أن الإنسان لا يتغنى بالقرآن؟ لا لا لا، أمرنا أن نتغنى بالقرآن، ولكن النية يا جماعة، النية. أصلح قلبك، أصلح نيتك، تغنى بالقرآن. ما يبقاش عايز أغني عشان يكتروا وراي، عايز أغني عشان يعجبوا، عشان يقولوا لي الله، عشان يقول مش لا لا لا، يتغنى بالقرآن أنه يقرأ القرآن قراءة صحيحة، يتغنى بالقرآن على ما كان يتغنى به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما هوش لطلب الشهرة في الدنيا. يقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. أمي، كلمة أمي حين يذكرها الفقهاء في هذا الباب المقصد بها القارئ الذي لا يجيد قراءة الفاتحة، ما يعرفش يقرأ الفاتحة ويكسر في غيرها، يبقى هذا أمي. لكن هذا لا يتقدم لإمامة، ما يصلحش أن يكون إمام إلا بمثله، يصلي بمثله. لكن إذا وجد إنسان قارئ ولكنه ضعيف في الفقه، ما يعرفش الفقه، وواحد تاني فقيه ولكنه هيغلط في الفتحة مش هيعرف يقرأ الفاتحة، قالب على ذلك يقدم هذا القارئ الذي لا يعلم فقه الصلاة على فقيه أمي. طيب، الدليل عليه إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. يا أم القوم أقرأهم، أقرأهم يعني أحفظهم لكتاب الله،
الذي يحفظ أكثر من غيره. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، الذي يعلم الفقه ويعلم الدين ويعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، مش الذي يعلم الرجال ويعلم ده صحيح وضعيف، لا، اللي يعرف فقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليه هنا؟ علشان في الصلاة ممكن يخطئ الإمام، يعرف كيف يتصرف. الجاهل إذا أخطأ حيطلع من الصلاة ويسيب الصلاة، ما يعرف شيء كم أو يكمل على هو فيه، ولعله يحدث وهو يصلي يخرج منه ريح ولا شيء، يقوم يكمل الصلاة يتكسف ألا اللي وراه يقولوا عليه حاجة ولا بتاع، يقوم يكمل الصلاة وهو محدث. لكن الإنسان الذي يعرف السنة يعرف القرآن يخاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب إذا استووا في ذلك، قال الأسن، الأسن يا أم الناس، يبقى على ذلك إذا والله الاثنين حفاظ للقرآن، الاثنين على علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين، طيب يبقى الأكبر منهم سنا هذا الذي يتقدم على الآخر. طيب استووا في هذا الشيء، يقولون الأتقى والأورع، الإنسان الذي سمته سمت حسن ونحسب فيه لن تقوى عمل قلبي، ما نعرفش، إنما الظاهر بتاعه الذي يفيد ذلك. ثم يقرع بينهم وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبد أحق، ولو عبد أحق. طيب صاحب البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. بحين تذهب لإنسان في بيته ولعل فاتتك صلاة الجماعة أو كنتم مسافرين مثلا، وبعدين دخلت في بيت هذا الإنسان هتصلوا جماعة، وش سنة ما صلي بك؟ لا، صاحب البيت هذا مكانه، يبقى هو الذي يصلي بك صاحب البيت. إذا كان يصلح للإمامة صلى بك، إذا كان لا يصلح للإمامة ما تتقدمش عليه، هو قدمك للإمامة صلي، ما قدمكش خلاص هو ما يصلح، مش حافظ الفتحة يصلي وحده وصلي أنت وحدك، لكن لا تتقدم عليه إلا بإذنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. لذلك جاء في حديث بديل يقول حدثني أبو عطية مولا منا قال كان مالك بن حويرث يأتينا إلى مصلانا هذا فأقيمت الصلاة فقلنا له تقدم فصلي، فقال لنا قدموا رجلا منكم يصلي بكم وسأحدثكم لما لا أصلي بكم. هذا صحابي مالك بن حويرث يقول قدموا رجلا منكم يصلي بكم في بيت رجل، فتقدم واحد وصلى بعد الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قوما، اسمع، من زار قوما جاءهم زائرا قال فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم وليؤم. يبقى هنا ليه تطيب للخواطر وللنفوس، لعل اللي جاي راجل عالم من أعظم العلماء ومن أحفظ القراء ومن ولكن يجي على أهل المسجد، أهل المسجد متعودين على إمامهم، ليه يأخر الإمام لا أرجع وأنا أصلي؟ والله قدمه الإمام فتقدم، وإن كان الأولى له ولا يتقدم، يسيب إمام المسجد يصلي بالناس ويعود نفسه هو أن يصلي مأموم، مش حصلي إمام على طول، ولكن إذا ذهب لمكان آخر يعودك النبي صلى الله عليه وسلم أن تفطم نفسك عن هذه الخصلة، خصلة أنا أكون إمام في كل حتة أروح في مكان الناس يستنوني علشان أنا أصلي، لا لا هذا لا يكون. يبقى الإنسان المؤمن يتواضع في نفسه، فكلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا. يقول وإمام المسجد حتى ولو كان عبدا أحق، حتى ولو كان عبدا أحق بالإمام. وذكر فيها حديث أبي سعيد مولى أبي أسيد قال تزوجت وأنا مملوك فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر فقالوا وراءك. هذا رجل هو أبو سعيد، لعلنا قلت أبو سعيد الصحابي، لا القصة الثانية ابن عمر الصحابي، لكن هذه قصة أبو سعيد هذا من التابعين. تزوج أبو سعيد هذا وهو مملوك، كان مملوكا، دعا ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتشرف بهم، حضر الفرح بتاعه، فدا فيهم من كبار الصحابة ابن مسعود أبو ذر الغفاري حذيفة، حاجة كبيرة أوي، حضروا لهذا الرجل. قال حضرت الصلاة، أبو ذر تقدم يصلي بهم، فإذا بالاثنين التانيين ابن مسعود وحزيفة، ابن مسعود أحفظ من أبي ذر، أنت قدمت لي يا أبا ذر رضي الله عن الجميع، أبو ذر مستحيل يطلب ذلك لنفسه، ولكن كأنه ما لقاش حد تقدم فتقدم هو، وكان أصدق الناس لهجة بشهادة النبي صلوات الله وسلامه عليه له. هنا لا نظن فيه إلا خيرا، تقدم فإذا بابن مسعود وحزيفة من وراءك ابدأ
ما زعلش ارجع. يبقى هنا إذا أنا تقدمت في مكان مش بتاعي قالوا لي ارجع، خلاص إمام جه ارجع، ويتقدم الإمام. فلما رجع التفت إلى أصحابه في إيه؟ أكذلك؟ قالوا نعم. قال فقدموني، قدموا أبا سعيد. أبو سعيد هذا مولا من التابعين، مش صحابي، هذا من التابعين، لأنه إمام الحي الذي هو فيه. القصة الأخرى لابن عمر، أنا قلت أبو سعيد لكن أبو ابن عمر، أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولا له، مولا لعبد الله بن عمر رضي الله عنه. فصلى ابن عمر معهم مأموما وراء العبد بتاعه، أو كان عبدا لهم. سألوها أن يأمهم، يعني الناس راضي، احنا عايزينك انت يا ابن عمر صلي بنا، فأبى. وقال صاحب المسجد أحق به، صاحب المسجد أحق. تواضع عظيم وخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى. ينبغي علينا أن نستحضر ذلك حين نصلي بالناس، حين نذهب في ندوات، في محافظات، في مكان، زي الناس. أنا مأمول إمام، مش مسجدي هذا، يبقى في المسجد اللي أنا مش إمام فيه إمام المسجد هو أحق بالناس. ما نتعمدش أن أنا أروح وأقف وراء الإمام واستنى له غلطة عشان أرده، عشان ألجلجه وغلطه وخليه ما يعرفش يقرأ. لا 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 لا، صلي بعيد، سيب الأهل المسجد يصلوا وراء، اللي متعود يصلي وراء من أهل المسجد، بتصلي في أي مكان. في الناس يفسحوا لك، افسحوا جه، تستشعر في نفسك أنك كبير قوي وأكبر من غيرك. عود نفسك على التواضع، من تواضع لله رفعه الله. وهذه خصال نراها أحيانا في بعض الناس، تلاقي نفسه قوي أنه هو يصلي وراء الإمام عشان الإمام يغلط ويرده في الصلاة. بعض الناس، بل قد يرد بعض، يعني بعض الناس يصرح بها على لسانه. أنا مرة والله واحد كان بيصلي ورايا، وبعدين في يوم من الأيام قال لي، كنا في رمضان وماشيين بالترتيب، وبعدين عدينا جزء قد سمع وقد جزء تبارك، وده جاء بعدها غاب يومين أريد صوت الحق. أيوة خلاص، يا خسارة. ليه يا خسارة؟ أصلي قلت أحفظها، كان نفسه أو نغلط في صورة الحاقة علشان يردها، وربنا سطر عدس الحكاية. هنا هذه نية سوء يعلم مثل هذا الإنسان، ونتعلم جميعا. أنتم أئمة، حين تفعل ذلك تشجع غيرك على صنع ذلك. لما تقف وراء واحد وتبتدي بقى تمسك عليه، أنا لعلي أصلي وراء الإمام ويغلط زي ما يغلط، ماليش دعوة، ولا كأني واقف، ويمكن يطلع من الصلاة ويفتكرني مش حافظ اللي هو قاله، ومش مهم، التعامل طالما إن الصلاة محتملة بسكت. إذا والله أخطأ في شيء يجب علي أرد برد، إذا وجب، ما وجبش علي بسكت، غيري يرد هذا الشيء. نتعود أن نؤدب أنفسنا، أن نتأدب في أنفسنا. أما إن الإنسان يدخل كده نافخ ريشه واقف مستني يا رب يغلط عشان أرد عليه، هذه مصيبة. وبعدين اللي بيعمل حاجة بتتعمل فيه، إذا عملت حاجة فعدها تتعمل فيك في يوم الأيام، وفوق كل ذي علم عليم. طيب، يقول لنا هنا اللي أنا بقول، يقول لنا وكذا، أنا في كتاب منار السبيل بتاع الشيخ إبراهيم ابن ضويان، بيشرح كتاب الشيخ مرعي ابن يوسف في الفقه الحنبلي. قال الحر أولى من العبد، ما فيش عبيد الآن، مش هنطول فيها. والحاضر أولى من المسافر. الحاضر، أشوف، أما تروح ندوة في بلد من البلدان أنت مسافر، أهل البلد أولى اللي متعودين. ده من الأشياء اللي أنا عايز أقول لك، إيه، افطم نفسك عن طلب الإمامة في كل مكان إلا إذا قدمك الناس. يبقى الأصل إن أنا رايح، لا، ما فيش على بالي، ما فيش في دماغي هذا الشيء، هنا أهل البلد هم أحق. وزي يقول لك المقيم أولى. ليه بقى المقيم أولى؟ أنت مسافر، السنة في حقك أن تصلي قصرة. طيب إذا صليت بالناس وأنت إمام هتقصر في الصلاة الرباعية. طيب المتأخرون عن الصلاة، اللي جاي متأخر في الركعة الثالثة والرابعة هيلاقي الصلاة خلصت. لو أن الإمام هو الذي صلى هيصلي رباعية، هيلحق الثالثة، هيلحق الركعة الرابعة، يبقى هيلحق شيء. أنت مسافر، المسافر يقصر في الصلاة بوجهين، الرباعية ثنتين، أيضا القراءة أقل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. سافر وبعدين نزل وصلى بالناس، بقول أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، عليه الصلاة والسلام. هنا المقيم سيصلي الصلاة المعتاد، يوم اللي بيتخلف شوية بيتأخر شوية عشان يدرك هيلحق مع هذا الإنسان. الأمر الثاني، لعل الإمام المسافر يصلي بالناس صلاة تامة وهو أصلا بيقصر من الصلاة،
الأولى في السفر صلاة القصر، وإن كان يجوز الإتمام ولكن تركت الأولى، يبقى سيب الإمام بتاع الحي يصلي بالناس وأنت صلي وراءه طالما ستتم الصلاة. الأمر الثالث، قد يدخل إنسان جاهل لا يعرف فقه الصلاة، يقول لك صليت ركعتين تنسيت، أم هات الركعتين الباقيين، ينكر عليك، ويمكن يكون جاهلا وأول مرة يدخل المسجد، لا كده راح صلى ظهر ركعتين بعد كده. حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إليهم في المدينة في يوم من الأيام وكان النبي صلى الله عليه وسلم صائما، فصام وخرج ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفيع أوي، منظره متغير، حائل الوجه، مالك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم منذ تركتكم ما أكلت إلا بليل، من السنة اللي فاتت أنا سبتكم ورجعت صائم على طول. قال ما لا تصيق، لا لا، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل الجاهل ما يعرفش هذا الشيء، وأحيانا الجهل لا يعرفون. يمكن أنا مرة صليت في مسجد صلاة الظهر وأصروا يقدموني للإمام، وأنا لا أحب أن أنا أصلي إمام في مسجد غير مسجدي. المهم صليت بهم صلاة الظهر، بعد الصلاة حصل إيه؟ لقيت واحد جاي يقول لي ما رفعتش صوتك ليه يا شيخ؟ ما رفع في صلاة الظهر، ما رفعتش صوتك ليه يا شيخ؟ صلاة الظهر سرية، صلاة الظهر ايه ده، انت هتجيبوا حاجات جديده ولا ايه؟ احنا بنصلي. هذا الرجل الذي انا استيقن منه لا يصلي الا الجمعه، ده اول مره يصلي الظهر، ده ما بيصليش الا الجمعه، انه متعود صلاه الجمعه هي جهريه بس، ولذلك انكر صلاه الظهر ان هي ما هي مش جهريه ليه، ويوهم ان هو بيصليها على طول، ما مواظب على صلاه، انت احنا اللي عملنا حاجه جديده، مش هو اللي جاهل، ما هو شاعر. قد تجد من هذا الكثير الغرض، ان يعني اذا قدمك اهل المكان وألح عليك تقدم، وإلا فافطم نفسك عن ذلك. الحاضر أولى من المسافر، والبصير أولى من الأعمى. لا مش أنا اللي بقول، مش أنا اللي بقول، مش أنا اللي بقول، صاحب الكتاب اللي بقول أنا صاحب، هو يقصد إيه؟ إذا كان الإنسان في غير المكان الذي اعتاده، لعله لا يعرف القبلة، لعله ينحرف، وخاصة إذا كان المكان اللي رايح فيه مكان القبلة فيها منحرفة، يوم أحيانا يعتاد الإنسان بيده يعرف مكان القبلة، فإذا كانت منحرفة لعله لا يعرف، يبقى حتى إذا أما الناس في غير مكانه ينبهه. طيب فرضنا في أثناء أحيانا أصلي وراء إنسان قد يكون يعني ضريرا ويأتي إلينا مسجدنا ونقدمه لفضله ولعلمه، وبعدين ألاقيه انحرف عن القبلة، أو منوقف وراء أعدله على مكان القبلة، يبقى يضبط على مكان القبلة حتى لا ينحرف عنه. لكن هل المعنى هنا أنه أولى يعني في كل الأحوال؟ لا لا لا، ده المقصد حين يكون لك الاختيار، قدامك إمامين استويا في حفظ القرآن، استوي في العلم في السنة، استوي في السن، وهذا بعيد أن يوجد كل الحاجات أنه استوي في الجميع، يبقى في هذه الحالة يقول ما يقول، يقدم الأشرف. الأشرف إيه الأشرف؟ يعني الإنسان الشريف، الإنسان اللي ينسب لآل البيت، إذا كان من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم حسني أو حسيني أو علويا أو كان هاشميا أو كان قرشيا، يبقى يقدم على غيره. إمتى هذا الكلام؟ إذا استوي في كل شيء، ما فيش لا 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 الثاني أحفظ منه، يبقى يقدم الأحفظ والأعلم. المتوضئ أولى من المتيمم، جاء وقت الصلاة واحد متوضي والثاني متيمم، يقول المتوضي هذا أكمل. طيب لو العكس حصل تصح الصلاة؟ أيوة تصح الصلاة، الصلاة صحيح. الكلام هنا في الأولى وليس في صحة الصلاة وبطلانها. طيب تكره إمامة غير الأولى، أهو اللي بيقول بلا إذنه، يعني إذا وجد الأولى يبقى يأذن لغيره فيتقدم الغير. لا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. طيب إيه الدليل على ذلك؟ الآية أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، جميل، يعني لا يستوون كما قال الله سبحانه، لا يستوون، لكن لا يستوون، هل معنى لا يستوون يعني تبطل صلاته؟ والله نقول قاعدة ذكرها بعض أهل العلم، من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. إذا قلنا هذا صلاته تصح لنفسه يبقى صحيحة لغيره. فإذا أم الناس نقول لناس ما تقدمش هذا الفاسق، ولكن أدهم أمهم، تغلب عليهم بسلطانه بسيفه، تصح الصلاة.
والدليل على ذلك كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، يقول عمير بن هانئ: شهدت ابن عمر والحجاج محاصر ابن الزبير، فكان منزل ابن عمر بينهما، فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء وربما حضر الصلاة مع هؤلاء، يعني أحيانا يصلي مع ابن الزبير وأحيانا يصلي مع الحجاج. طيب، وذكر لنا أن الحسن والحسين كان يصليان وراء مروان، وجاء عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين رضي الله عنهما كان يصليان خلف مروان. قال فقيل: ما كان يصليان إذا رجع إلى منزلهما؟ يعني هم بيصلوا وراء مروان، طيب هو أقل منهما وهو عامل اللي عامله وهو فيه، طيب وبعد كده يرجعوا يعيدوا تاني في بيوتهما؟ فقال: لا والله، ما كان يزيدان على صلاة الأئمة. يعني ما كانوش انه يروح يصلي وبعدين يرجع يعيدها، لا لا لا، يبقى معناه ان وجد ان صلاته صلاة صحيحة. الإمام البخاري يذكر لنا ذلك بطريقته الجميلة وترجمة الباب اللي بيأخذ منها فقه البخاري، فيقول: باب إمامة المفتون والمبتدع. يعني ما الحكم في ذلك؟ إمامة المفتون والمبتدع. دائما تقرأ الترجمة اللي بيذكرها البخاري يؤخذ الفقه من هذه الترجمة. أحيانا يكون مسألة مختلف فيها، انظر كيف يوجه الأحاديث التي في الباب أو الآثار التي في الباب تفيد أنه بيختار هذا القول. لذلك يقول رحمه الله: باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صلي وعليه بدعته، صلي وعليه بدعته، كأنه يميل لقول الحسن. قال وروى عن عبيد الله بن علي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرد. فقال سيدنا عثمان رضي الله عنه: أئمة فتنة كانوا موجودين وعثمان محصور في البيت، فهنا يقول إيه؟ قالش ما تصلوش وراهم؟ ما تصلوا؟ لا. قال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. هذا عثمان رضي الله عنه. تعرف لما صار عثمان في الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه نفسه العظيمة الجميلة المتواضعة، أعداؤه يحيطون به وأعداؤه يصلون بالناس، أعداؤه يريدون قتله. إيه أعظم جريمة من قتل إنسان مؤمن؟ ومع ذلك لا ينهى الناس عن الصلاة وراءهم. الصلاة أحسن ما يعمله الناس، الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم. طيب، يقول لنا هنا: تصح إمامة الأعمى والأصم وكثير لحن لم يحل المعنى والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة. دي أحكام نحتاج إن إحنا نتذكرها مع بعض، ممكن أكثركم يعرفونها ولكن جاية في السكة يعني، فنذكرها. إمامة الأعمى دليلها قوي جدا، النبي صلى الله عليه وسلم عين ابن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه، يستخلفه يؤم بالناس في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، هو يذهب للغزو وهو على المدينة، كان رجلا بطلا هذا الرجل رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يصلي بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم غائب. قال: فكان يؤم بالناس وهو أعمى رضي الله عنه. وقاسوا عليه الأصم، قال: لو إن الإنسان به صمم يطرش لا يسمع، هل يجوز يصلي بالناس؟ يجوز يصلي بالناس، لكن المهم أنه في يكون في وسيلة لتنبيهه إذا أخطأ فسهى في الصلاة، يكون في تنبيه بالإشارة أو بغيره، لابد من وسيلة. كثير لحن، اللحان معناه الذي يخطئ في اللغة العربية، يخطئ في النحو، يبقى هنا يرفع المفعول وينصب الفاعل مثلا، هذا يقول لك كثير لحن. يعني اللحن ما فيش إنسان إلا ويقع فيه، فيش إنسان، أنت وأنت بتخطب تلاقي أحيانا يطلع منك كلمة مفروض مرفوعة تنصبها أحيانا، لكن الذي هو كثير في ذلك هنا لا يؤم الناس. ولكن إذا كان هذا اللحن في الفاتحة يغير المعنى لا يصح أن يؤم الناس هذا الإنسان، لا يغير المعنى يبقى الأولى أنه لا يتقدم بالناس ولا يقدمون. يبقى هنا كثير لحن لم يحل المعنى، تكره إمامته لكن تصح. والتمتام
التمتام يعني إذا أحيانا بتهته يعني تروح طلع منه اته مرتين هذا التمتام. قال مع الكراهة في الكلي. ولا تصح الإمامة للعاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله. إنسان عاجز عن شرط من شروط الصلاة، عاجز عن أنه يتوضأ من شروط صحة الصلاة الوضوء، عاجز أنه يقف في الصلاة يصلي وهو قاعد هنا، ولم يكن إماما للناس، ليس الإمام. لو أن إمام الناس هو هذا العاجز وبعدين حصل له مرض فصلى وهو قاعد يجوز يصلي بالناس وهو قاعد، ويصلون الإمام الراتب نعم يصلون خلفه، والراجح أنهم يصلون خلفه قياما، هو صلى قاعدا للعذر الذي فيه وهم يصلون قياما خلف، إن هذا آخر ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب قال لا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله لإخلاله بفرض الصلاة إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو وزوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه. هذا اختيار هنا، والراجح أنه يقومون خلفه طالما أنهم هذا سليم وهذا سليم يصلون خلفه قيامة. في آخر صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وأبو بكر قائم بجواره صلوات الله وسلامه عليه، وما جاء قبل ذلك أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إنما دعي الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أمرهم بذلك. لو كان هذا الحديث وحده يبقى على ذلك هذا واجب، ولكن بعد ذلك آخر مرض مرضه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وصلى بالناس في المسجد صلى الله عليه وسلم فكان قاعدا عن يمين أبي بكر رضي الله عنه، وأبو بكر يسمع ويبلغ الناس، كان مأموما وهو قائم والناس وراءه قيام. وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت صلاته، صحت صلاته. هنا العذر، العذر لعل هذا مذهب شيء معين، مثلا هو مالكي ويرى أن البسملة في القراءة هذه سنة فلا يقرأ البسملة لا سرية ولا جهرية، ما بيقرأش البسملة أصلا، وأنت تعرف ذلك لكن صلاته صحيحة على مذهب مالك، وأنت ترى أن قراءة الفاتحة هذه ركن في الصلاة، يبقى على ذلك هنا لا تأتم بالإمام مالك، لا نأتم به. يبقى هذه من الأشياء المختلف فيها اللي يعذر هذا الإنسان في ذلك، صلي أنت وقرأ أنت. ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، المسائل الاجتهادية إنه الناس ربنا يقول لنا ولا يزالون إيه مختلفين إلا من رحم ربك، إنك تمنع الخلاف ما فيش خلاف مش ممكن يكون، مش ممكن يكون، بل أنت قد تختار اليوم قولا من الأقوال وغدا بعد غد بعد سنتين ثلاثة بعد ما تتعلم أكثر تقوم ترجع عن هذا الكلام وتختار قولا آخر. وكذا كان العلماء، شوف الشافعي في الحجاز كان له مذهب معين في مسائل، تغيرت هذه المسائل حين جاء هنا إلى مصر، هنا اجتهد، كان اجتهاد في هذا الوقت هذا اجتهاد في الوقت الآخر بذلك. يبقى هنا يقول لنا لا إنكار في مسائل الاجتهاد. لا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك. أنا من شروط صحة الصلاة أن الإنسان يجتنب النجاسة في ثيابه في بدنه في المحل الذي يصلي عليه، فإذا صلى الإنسان وهو محدث لا تصح صلاته، إذا صلى وعليه نجاسة وهو يعلم ذلك ويقدر على إزالتها لا تصح صلاته. أمال مين تصح صلاته؟ تصح صلاة من جهل ذلك، إنه رايح المسجد اطرطش الثوب عليه بمية صرف ودخل للمسجد ما يعرفش وبعد الصلاة اكتشف ذلك خلاص الصلاة صحيحة. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلى بالناس دخل في الصلاة أثناء ما هو قائم والناس خلفه هو يصلي وخفه في رجليه عليه الصلاة والسلام وهم مثله، فخلعن عليه عليه الصلاة والسلام، لما خلعن عليه إذا بالناس يخلعون نعالهم، بعد ما انتهت الصلاة سألهم لما خلعتم نعالكم؟ قال وجدناك صنعت ذلك فصنعنا. هذا أدب عظيم الاقتداء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا أتاني جبريل وآنفا فأخبرني أن في نعلي قذرا، يعني أننا دست على حاجة نجسة ونجي المسجد ما كنت شعر، فجبريل أخبرني فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. طيب هو كبر للإحرام ودخل في الصلاة، التكبيرة الإحرام هذه من الصلاة، القراءة في الصلاة، وبعدين قالوا جبريل أخبره، لو كانت الصلاة باطلة لأعاد من جديد عليه الصلاة والسلام.
ولكنه أكمل صلاته. طيب فرضنا أن غير النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وانتهى من صلاته، مش هيديله جبريل يقول له يبقى على ذلك الصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد ما بدأ فيه الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا هنا لا تصح إمامة الأمي، ويوضح كلمة الأمي هذا من لا يحسن الفاتحة. كان كلمة الأمي يعني لها معاني، منها الإنسان الذي لا يحسن القراءة والكتابة، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمي الذين يتبعون رسول النبي الأمي صلوات الله وسلامه. يبقى هذا معنى غير المعنى الذي يقصده الفقهاء هنا. يبقى المعنى الأمي يعني الذي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. ولكن في هذا الباب لما يتكلم الفقهاء عن الأمي الإمام الأمي يقصدون لا يجيد حفظ الفاتحة أو لا يحفظها أو لا يجيد قراءتها. يبقى لا تصح إمامة هذا الإنسان الأمي الذي لا يحفظ الفاتحة أو يحفظها ولكنه لا يجيد قراءتها، يعني بيغلط في التشكيل بتاعها، بيغلط في أشياء بحيث يعكس المعنى الذي فيها. طيب هنا يقول لنا في الإمامة أيضا أنه تصح أو يصح النفل خلف الفرض، صلاة النافلة خلف الفريضة والعكس كذلك، الفريضة خلف النافلة. الدليل قصة معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، صلى معاذ خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ورجع فأما قومه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يصلي بقومه متنفلة وقومه مفترضون، فإذا جاز للمفترضين أن يأتموا بالمتنفل فمن باب أولى المتنفل، بل منصوص عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين انتهى من صلاته فوجد رجلين في آخر المسجد يجلسان لم يصليا، قال علي بهما، فأتي بهما ترعر فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا، ألستما مسلمين؟ قال بلى، ولكننا صلينا في رحالنا، قال وإن صليتما في رحالكما فأتيتما الجماعة فصلوا أو صلي معها معهم أو صلي معهما تكن لكما نافلة، تكن لكما نافلة. يبقى هنا حتصلي أنت وراء المفترض وأنت متنفل لأنك صليت في مكان آخر وجئت وجدت الناس في صلاة الجماعة. يبقى الدليل من السنة يدل على الأمرين، أنه يصح للإنسان أن يصلي متنفلا خلف المفترض وأن يصلي مفترضا خلف الإمام المتنفل، بل يصح أن يصلي الإنسان خلف المفترض صلاة مقضية وراء حاضرة وحاضرة وراء مقضية، لأن هذه فريضة وهذه فريضة. إذا كان هذا يصلي صلاة العصر وأنت لم تصلي الظهر، قمت ورحت على المسجد أو كنت مسافرا وقدمت وهم يصلون العصر وأنت لم تصلي الظهر، هتعمل إيه؟ هتدخل في صلاة خلفهم في صلاة الظهر، نيتك صلاة الظهر، تصلي خلفهم بعد ما تنتهي الصلاة تقوم أنت وتأتي بصلاة العصر. في بعض الأسئلة الإخوة بعتنها فنجيب عنها وكفاية عليك وكذا، جزاكم الله خيرا، وانتم عارفين باقي هذه الأشياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم توضيح حكم قراءة المأموم سورة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهري، ولكم منا التحية وجزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة في الصلاة، وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. هنا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداد، يعني غير تمام. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، يبقى لابد من قراءة الفاتحة. ذهب الإمام الشافعي إلى أنه تجب قراءة الفاتحة سواء في صلاة الإنسان يكون مأموما أو كان إماما أو كان منفردا، كانت سرية ولا كانت جهرية. ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه إذا كان في صلاة سرية وجب على المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب، فإذا كان في الجهرية اكتفى بقراءة إمامه، وعلى ذلك جمهور العلماء، واحتدوا بحديث فيه شيء من الضعف وحسنه الشيخ الألباني، من كان له إمام فقراءته له إمام قراءة. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي تأخر عن الصلاة فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فقال ما دفعك أن تصنع ذلك؟ قال خشيت أن تفوتني راكع، قال زادك الله حرصا ولا تعد.
فاختلفوا لا تعود لإيه لا تعود لإيه. الأمر الأقرب والأوضح فيها يعني لا تعود إلى الجري في الصلاة، لا تعود، لأنه ركع دون الصف وجرى إلى الصلاة، لا تعود إلى ذلك. البعض يقول لا تعود يعني إلى اعتبار هذه ركعة، لو كان إلى اعتبار هذه ركعة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالصلاة كلها، إن وقته تكلمت أو على الأقل بهذه الركعة التي فاتتك، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم. وقال ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. يبقى على ذلك من يدرك الركوع في صلاة فريضة مدرك للصلاة والإمام يتحمل عنه ذلك. من لم يدرك الركوع ودي من الحكمة في قوله سبحانه وتبارك وتعالى واركعي مع الركعين، لم يقل واسجدي مع الساجدين، السجود لا تدرك به الصلاة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء والإمام راكع فليركع، من جاء والإمام ساجد فليسجد ولا يعدها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. يبقى هنا المدرك للركوع مدرك للصلاة، والصلاة كأن هنا معناه الركعة، وإلا صلاة الجماعة تدرك بأقل من ذلك، حتى لو الإنسان أدرك التشهد الأخير مع الإمام بنيته مدرك لصلاة الجماعة، لحديث آخر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. الشيخ رحمه الله سائل يقول لو أن إماما عليه مظلمة مع نيته السداد هل يجوز له الإمامة لأنه دائما يضطر لهذه الإمامة؟ المدين، الإنسان المدين، الدين هذا من أصعب الأمور، والإنسان المؤمن يخاف من الدين ويسعى لسداد الدين دائما. ما فيش واحد إنه يقول أنا مؤمن وأنا كذا وبعدين عليه ديون للناس وهو تارك للديون مش عايز يسدها وإلى حين ميسرة وهو ما بيمشيش من أجل ذلك، لا. لكن إذا كان الإنسان المؤمن استدان، وكل إنسان بيستدان، النبي صلى الله عليه وسلم استدان ومات عليه دين صلوات الله وسلامه عليه، فإذا كان الإنسان معذورا في ذلك خلاص هذا لا تعلق له بالإمام، لا تعلق له بالإمام، يصلي بالناس إماما طالما قدم لذلك. لكن الذي لا يستحق أن يقدم الإمامة، الذي يأخذ أموال الناس لا ينوي سدادها، وقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس ينوي أداءها أداها الله عنه، ومن أخذ أموال الناس ينوي إتلافها أتلفه الله، دعا عليه بالتلف صلوات الله وسلامه عليه. لذلك احذر أن تأخذ أموال الناس وأنت لا تنوي السداد، فلا يصلح مثل هذا للإمامة، لأنه خائن للناس يخون الناس فلا يصلح للإمام. لكن الإنسان الذي يستدين لحاجته حتى ولو كان مكروبا ومعذورا لا شيء عليه في أنه يؤم الناس إذا قدموا. نعم. سائل يسأل الراجح في حكم جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فنقول ناس سنة كما يذكر الإمام النووي في المجموع، وبعض أهل العلم يرى إنها لا ليست بسنة، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، هو واحد أو اثنين اللي ذكروا هذا، وباقي من ذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروه، فعلى ذلك يقولون هذا مع تعب النبي صلى الله عليه وسلم جلس ليستريح ليقدر على القيام، هذا محتمل. ولكن طالما ثبتت السنة ولو بفعل صحابي واحد خلاص تفعل، ولكن على وجهها الذي في الحديث. الحديث مش كل الصحابة ذكروه، لو كان يفعلها في كل صلاة لكان كل من ذكر الصلاة يذكر جلسة الاستراحة، طالما جاءت مرة أو مرتين أحيانا تفعل وكثيرا تترك. نعم. يسأل نفس السائل يعني ما حكم وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، القبض أم الإرسال؟ الأمر واسع، إن شاء وضع يديه اليمنى على اليسرى وإن شاء أرسل يديه، لكن يعني بعض أهل العلم يرى أن وضع اليدين هذا فعل في الصلاة، والأصل في الأفعال أن يأتي الدليل عليها، هذا فعل، فعل ذلك إذا أرسل يديه فهذا الأصل إرسال يديه. البعض يعكس فيقول لا، الأصل في الصلاة هو القيام، والأصل في القيام وضع اليدين على الصدر، يبقى على ذلك هذا الرفع بعد الركوع هذا قيام، يضع اليدين على. الآخر يجيب أنه لو كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكان من روى الصلاة وذكر أنه في أول الصلاة ثم وضع اليمنى على اليسرى لقال كما قال رفع كبر ورفع يديه ثم ركع صلى الله عليه وسلم ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه،
لو كان يضع اليمنى على اليسرى ثم وضع اليمنى على اليسرى، ولكن لم يقل. وأيضا نظروا لأن هذا القيام ليس قياما طويلا، القيام الطويل فيه وضع اليمنى على اليسرى، هذا قيام بقدر ربنا ولك الحمد ثم يسجد، ليس قياما طويلا. فالأمر واسع في ذلك، إن شئت وضعت اليدين وإن شئت لا تضع اليدين بعد الرفع من الركوع، هذا أمر واسع في ذلك. نعم. الراجح في كيفية النزول إلى السجود هل هو على اليدين أم على الركبتين؟ هذا الخلاف في السنة، في النزول على الركبتين ولا النزول على اليدين. الخلاف مبني على الحديث الذي فيه إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فأخذ بعض أهل العلم أنه النزول ينزل على اليدين. الكثير من الفقهاء يأخذون بأن النزول على الركبتين، قالوا بنفس هذا الحديث، الحديث لا يبرك بروك البعير، قالوا بروك البعير هو إيه؟ يبرك إزاي؟ بيحط هو اصلا ايديه ورجليه على الارض، فلما يبرك ركابه الا في ايديه اللي بتحط على الارض، يبقى عزك هذا النزول. يبقى الحديث نفسه يفيد انه ما تنزلش على اليدين. الاخرون يعكسون يقول لا، ده البعير اصلا مش طاير في الهواء، البعير واقف على الارض اصلا. فلما يقول وليضع يديه قبل ركبتيه، ركبتا البعير في يديه، يبقى هنا بيقول لك انت ما تحطش ركابك اللي في رجليك قبل ايديك ما تنزل على الارض. ولها حكمه فيها، ان النزول على الركبتين لعله يكون في صوت شديد، كل الناس يروح نازلين على الركبتين تسمع هبده في المسجد ككل، النزول على اليدين هذا اخف، ولعل الانسان يكون تعبان فالنزول على اليدين ارحم به، وكذلك القيام على اليدين. ولكن الامر واسع، اكثر الفقهاء على ان النزول على الركبتين، البعض وهذا يؤيده الحديث فيه النزول على اليدين، لكن هذه ما هيش من مجال الانكار، ان السنن في الصلاه مش من مجال الانكار، تنكر عليه ينكر عليك، تحطش ايدك ليه اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، مش من مجال الانكار، هذه سنن. نعم. نفس السائل يسال ما حكم إمامة أصحاب الأعذار اللي هو من عندهم ثلاث ريح أو ثلاث ريح؟ أكثر الفقهاء على أنهم لا يؤمون الناس، على أنهم لا يؤمون الناس، إذا كان الإنسان عنده ثلاث ريح عنده ثلاث بول لا يتقدم للإمام. البعض يرى أنه من صحت صلاته لنفسه صحت صلاة لغيره، وخاصة إذا كان هو إمام الناس. الكلام هنا في الإمام الراتب، إذا كان إماما راتبا يبقى على ذلك هذا له عذر، قد يأخذ بهذا القول وقد يأخذ بالأحوط إنه لا يتقدم بالناس، لكن لا ينكر عليه، لا ينكر عليه في ذلك طالما إنه صاحب عذر وصلاته تصح لنفسه صحت لغيره. لكن الذي نختاره طالما أنت تعرف من نفسك عندك انفلات ريح وقد يحدث شيء في الصلاة ويخرج الريح بصوت عالي في الصلاة، فالذي وراك قد يؤذيك بكلام غير طيب أو كذا، لا داعي لأن تؤم الناس وأنت على هذا الشيء، وتأخذ بكلام أكثر الفقهاء إنه لا يؤم الناس لو حصل، وأما الناس الذي أراه أن الصلاة صحيحة. نعم. يعني أنا لا أفهم ما يقصد السائل تعمد المسافر الدخول في الركعة الثالثة أو الرابعة مع الإمام الحاضر. ولو تعمد ولم لا ما ليش مسلم، ولو تعمد الإنسان المسافر الدخول في الركعة الثالثة أو الرابعة مع الإمام الراتب هنا يلزم الإتمام، بل جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنها السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. سئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال أحدنا يكون أو يدخل مع الإمام فيصلي أربعا، فإذا صلى وحده صلى ثنتين، فقال تلك السنة، تلك السنة، إنك إذا كنت مسافرا وصليت مع الإمام تصلي أربع ركعات مع الإمام، حتى لو أدركت آخر الصلاة نية الإمام الإتمام، وأنت تدخل مع الإمام على ما هو فيه من الإتمام. هذا قول ابن عباس. لو لم يوجد هذا القول لكان في وجهة نظر يقال إنه أيوه هذا صلى ركعتين، لكنه قال تلك السنة، والسنة تبقى مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يوجد دليل على ترديد الله يبارك الإقامة على ترديد إقامة الصلاة؟ على إيه؟ على ترديد ترديد الإقامة. العموم إنه إذا أذن المؤذن أيوة ما هي اللي هي يقول الأذنين بين كل أذنين صلاة، يعني الأذن والإقامة، فبعض أهل العلم أخذ بالعموم فيها إنه يردد خلف المؤذن ويردد خلف المقيم، وإن كان هذه من العبادات التي تحتاج لدليل فعل، إن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم هل أمر ذلك بالإقامة؟ العموم وحده قد لا يكفي هنا، لكن لو فعلها إنسان دائما المتأول له عذره، الذي يفعل هذا شيء ما هيش من مجال الإنكار. نعم.
إذا خطب إنسان في مسجد غير مسجد هل يتقدم الإمامة أفضل أم يقدم إمام المسجد؟ لا، طالما أنه خطب بالناس هو الذي يصلي بالناس، هي السنة ذلك، أن الذي يخطب بالناس هو الذي يصلي بالناس. هل الإمام أجر بعدد المصلين؟ نعم. هل الإمام أجر بعدد المصلين الذين يصلون خلفه؟ ما أقدرش أقول الإمام لأجر المصلين الذي يصلي خلفه، بل قد يكون أنقص منه في الأجر حسب نية الإمام وحسب صلاح الإمام وحسب أنه أهل لها ولا ليس أهلا لها، حسب الشروط المولودة فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاة الرجلين. يبقى كلما زاد العدد كلما كانت صلاة أزكى أكثر ثوابا. لمين؟ لمن استحضر واستجمع شروط الصلاة وكان في قلبه الخشوع. ما نقولش دي للإمام، ما هيش للإمام، ولكن الله أعلم بالنوايا. الله يعطي الأجر على حسب نية الإنسان. نعم. هل في أدلة على فضل الإمامة يا شيخنا؟ دليل واحد فقط على فضل الإمامة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما ولم يكن مؤذنا عليه الصلاة والسلام، بس كده. لكن لا، الأذان جاءت أحاديث فيها وأنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. نعم. ما حكم الإمام الذي يجعل خلفه أثناء صلاة التراويح من يحمل المصحف ليفتح عليه إذا نسي شيئا من القرآن؟ هذا شيء حسن جميل، جميل أن يفعل ذلك الإمام، أفضل من أن الإمام يقرأ بالناس من المصحف، أفضل من أنه يقرأ بالناس من المصحف. يوقف حد وراه من المصلين معه مصحف يقوم ينظر فيه، لأنه جاء أن زكوان مولى عائشة كان يصلي بها من المصحف، عائشة تقدم مولاها زكوان يصلي بها القيام، فهو مش حافظ، فكان يمسك المصحف يقرأه ويقرأ من المصحف. يبقى على ذلك إذا كان إنسان خلف الإمام يمسك مصحف يرد الإمام هذا أفضل. ليه؟ هذا يجمع الشعث في الصلاة، لأن المأمومين كل واحد بيبقى عايز هو اللي يرد الإمام، يلخبط الإمام، خاصة إذا كان إمام بيختم القرآن في رمضان، وهذا شيء حسن يختم القرآن في رمضان وإنه يراجع حفظه. فلو كل إمام أرى من مصحف أو شك إنه كل بقى واحد بيعرف يزمر ويعرف يغني هو اللي يبقى الإمام للناس، علشان ما هو ماسك مصحف هيغلط، مش هيغلط، لكن الإمامة لمن يحفظ. يبقى الإنسان الحافظ هو الذي يؤم الناس. طيب الحافظ ممكن يغلط، ممكن يقفل وراء واحد يضايقه في الرد أو كذا، فهو يخطئ، يا جماعة ما حدش يرد إلا فلان، وفلان هذا ماسك مصحف، لأنه لو ما ماسكش مصحف في إيده هتلاقي كل واحد يقول لك أنا أولى، أصله ما لحقش يردك، أصله ما عرفش. لا، طول ما هو ماسك مصحف ما حدش هيجرؤ أنه هو حيرد الإمام. وهذا يتعلم فقه الرد على الإمام، الفتح على الإمام اسمها إيه؟ الفتح، مش القفل، مش السد، يعني افتح له الطريق عشان يكمل. بعض الناس يقف ورا الإمام يقفل عليه، يجي يقرأ يروح رده، يقرأ يروح رده، يتلخبط ما يعرفش يقرأ، وهو قد يكون من أحفظ الناس. يبقى هنا لا، اللي واقف في رمضان خلف الإمام ومعاه مصحف بينظر فيه، ويبقى ما فيش حد هيتجرأ على الإمام ويرد، هذا عارفين أنه هو شايف وهو عارف، بس صابر على الإمام يمكن يصلح نفسه. وانت عود نفسك كده أن الإمام إذا أخطأ ما تندفعش في الرد، أصبر عليه شوية يمكن يصلح. إذا والله بدل آية رحمة بآية عذاب رد الإمام. إذا الإمام وقف يستنى حد يرده، مش وقف يتنفس، مش وقف يبلع ريقه، وقف وقفة طويلة بحيث أنت عرفت لا ده فعلا مش عار بيكرر الآية، يبقى رد على الإمام، افتح على الإمام. الشيخ أكرمكم الله، إذا صليت خلف من يلحن في الفاتحة لحن جليا ولكن لا يغير المعنى، هل أقرأ الفاتحة في سري أم أفأمن المفارقة؟ لا، ما تنويش المفارقة، طالما أنه بيعرف يقرأ الفاتحة. يمكن شيخ الإسلام ابن تيمية سئل عن إمام يلحن في الفاتحة، نعيد الصلاة خلفه ولا لا يغنى، فهنا تعجب كيف يلحن في الفاتحة، كيف يلحن في الفاتحة إذا قرأ هو، يعني بيقول لهم القراءات اللي في الفاتحة، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صحت، اهدنا الصراط المستقيم صحت، اهدنا الصراط المستقيم صحت، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، حيصح إن كانت ما هيش قراءات، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. فيبقى هنا الإنسان اللي هيغلط في إيه. كتير من الإخوة عندهم حكاية اللحن الجلي دي، بيحبوا يدرسوه حلو علشان يغلطوا بيه الناس، أنت بتلحن لحن الجلي، أنت بتعمل مش عارف، أنت يعقد الناس في القراءة. وعلى فكرة يا جماعة دايما الرحمة جميلة، ما تحب تعلم حد ارحمه وانت بتعلمه يعرف، لكن أحيانا التأكيد على شيء
يقوم يخلي الإنسان اللي بيقرأ ما يعرفش يقرأ، وإذا جاء عليها تاني يغلط فيها. شوف واحد يقول للإمام أنت بتقرأ هدينا الصراط المستقيم، غلط، اقرأ هذه كده، يخوفه. يجي وهو بيصلي بعد كده هدينا الصراط المستقيم، جات التاء تاني، يجي لا ما تعقدش حد، بلاش الغرور ده، غرور ده موجود في ناس كتيرة جدا، نسأل الله العفو والعافية. لا، اتقوا الله واحذروا من الغرور. يوم الإنسان أذكر وأنا ما كنت بنحفظ زمان على شيخي رحمة الله عليه في سورة القمر، سورة القمر، وكنت أيامها في إعدادي أظن تقريبا، وبعدين الشيخ كان في مسجد أبو شبانة اسمه الشيخ حسن رحمة الله عليه، وبعدين قرأت السورة فهل من مدكر، قلت هل من مدكر، الرجل سكت وساب لغاية ما خلص السورة كلها. بعد كده قال لي بص الراءت كلها غلط رحمة الله عليه، بعد ما خلصت وأنا كنت عيل في 11 سنة ولا 13 سنة وهو شيخ 50-60 سنة، أنا مش زي بتوع اليومين دول يفضل يضربك بالمطرقة والمتاع ويبهدلك ويهزأك، لا لا لا، ولكن الرجل استنى لغاية ما خلصت الصورة بعدين قال لي الرأت كلها غلط. قلت له طيب إزاي؟ قال فهل من مدكر، رققها. يا سلام، روحت البيت هل من مدكر، ومن ساعتها تخيل ده لو وقف على كل كلمة أقولها أقول هل مش ممكن أعرف أجيبها، مش ممكن أعرف أجيبها. لا لا، يبقى هنا أيوة الإنسان يرفق بمن يعلمه، علم الإنسان إنه إزاي. أما تكون أنت أستاذ وجاي لك طالب يمتحن، وخاصة في الامتحانات الشفوي هتسمع له القرآن، طمنه يمكن أعرف أحد إخواننا كان يدخل له الواحد في الامتحان الشفوي وبعدين يقول له بص أنا هنجحك أهي 5 من 10 أنت ناجح، الباقي بقى هكمل لك الباقي، تلاقي ده انطلق وعمل وخد 10 من 10. ليه؟ إداله أن أنت ناجح أصلا، ما يبقاش مرعوبا لا يسقط. في إنسان يدخل تعالى اقرأ حفظ إيه، حفظ اقرأ لي في سنة يونس كذا، ويحط له الحاجات المتشابهة اللي ما يعرفش يخرج منها. ليه؟ الأمر مش إن أنا أعقد الناس، الأمر إن أنا أفتح على الناس وأعلم الناس وأحبب الناس في القرآن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحببون الناس في العلم والدين، وأن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.